مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد وموسم جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. بداية الموسم كنا كنتمنوا أنها تكون بداية لنهاية أزمة كورونا، ولكن اليوم مفروض علينا نتعايشوا مع هذا الفيروس اللي مازال ما تلقاش ليه حل. أول سؤال تطرح في العالم هو الوليدات ديالنا والدخول المدرسي، واليوم غادي نتناقشوا حول هذا الموضوع، هذا تدابير وايضا الاجراءات اللي دارت في مجموعه من الدول. اختارينا كنموذج كندا، ايطاليا والمغرب. لهذا الغرض غادي نستضيف معايا الضيفات الكريمات مشكورات على المشاركه الطيبه ديالهم، وغادي نبدا من كندا ونرحب بالاستاذه خديجه حمدي وهي استاذه بموريال. مساء الخير لاله خديجه ومرحبا بك. كيفاكم؟ لاباس عليكم؟ نقدم نفسي، انا الاسم ديالي حمدي خديجه، كنت استاذه اللغه الانجليزيه ومن بعد انتقلت للديار الكنديه ودرست اللغه الفرنسيه وعاود كندرس دابا اللغه الانجليزيه. مرحبا، وان شاء الله معك استاذه اكيد انه غنتناقشوا على الدخول المدرسي بكندا. ايضا حاضره معنا من ايطاليا الاستاذه اسماء زوغاري وهي معلمه المستوى الابتدائي بايطاليا. مرحبا بك استاذه اسماء. ربي يخليك، شكرا على الفرصه و بالطبع نعاونكم نعطيكم شي المهم شي انفورماسيون داكشي اللي عندنا هنا في ايطاليا. مرحبا بك. مرحبا بك. ايضا كنرحب الله يحفظك لاله خطيك، ترحب ايضا منى الصباحي كوتش معتمده في التطوير الذاتي. مرحبا بلاله منى. اهلا، انت كاينه لاباس عليك؟ الحمد لله. والبدايه الى سمحتي لي، البدايه بطبيعه الحال غتكون من المغرب. ربما مجموعه من التدابير اللي دارت طرحت اسئله كثيره. خرج الوزير بقرار انه الاختيار غيكون للوالدين. كثير من الناس كيقولوا بانه المفروض يكون اختيار يعني اللي تفرض على الجميع ويكون هو عن بعد او لا تاجيل الدخول المدرسي، ولكن القرار اللي خرجت به الوزاره في شخص الوزير قالوا باللي فوالا عندنا حنا الاختيار، الا بغيتي تقري وليداتك عن بعد راه غتقريهم عن بعد، بغيتي تقريهم حضوري غتقريهم عن حضوري. و80% من المغاربه قبلوا ان وليداتهم يقراو بشكل حضوري، ولكن يكونوا اجراءات احترازيه الى غير ذلك. تخلقت واحد يعني واحد كما كنقولوا واحد البوليميك حول الموضوع اللي هي كبيره بزاف ما بين مؤيد ومعارض، وهذا الشيء غير باش نخلصوا الفلوس وباش نشريو الكتوبه والى غير ذلك، واشكالات كثيره واسئله كثيره اللي طرحوها الوالدين. ولكن اليوم الوضعيه الوبائيه فرضت على انه بعض المناطق في المغرب منها مدينه مراكش ومنها مدينه الدار البيضاء يكون قرار ديال التعليم عن بعد نظرا لارتفاع الحالات. وكاينه يعني صور اللي شفناها اليوم من مدينه الرباط ومن مدن اخرى المدارس اللي ولجوها الوليدات واللي كان يعني الولوج بكامل الاحتياطات، وايضا كاينه صوره للتداولات اللي كانت تكدس واللي الوزاره الى حدود يعني تقريبا 6:30 كيوصلوني بلاغات كتقول يعني اليوم الاثنين اللي حنا كنسجلوا كتقول باللي الصوره تقدر يكون عندها يعني بعد اخر اللي هما راه فاتحين التحقيق، ربما لان الحلقه كتثبت نهار الاربعاء نلقاو الجواب في هاد اليومين هادي، ولكن الى حدود هذه اللحظه مازال ما وصلنا بشي حتى شي بلاغ توضيحي اللي كيبين الصوره. تخوف كاين لانه ربما الوليدات الصغار صعيب باش غادي يعني نضبطوهم، باش خاصه فواحد لاج معين صعيب باش غتقول له غسلي يديك ولا 30 دقيقه ما تقربش من صاحبك، دير البافيت ديالك الى غير ذلك. انت كام منى وايضا كاخصائيه يعني في التطوير الذاتي وتنتي متابعه لهذه الحاله المتذبذبه، لانه اصبح النقاش ربما نوعا ما فيه تخوف، لانه كاين بعض الناس اللي كيقول انا ما نقدرش نتكلم لانه ما بقيتش عرفت شنو خاصني نقول وشنو ما خاصنيش نقول، خاصنا حتى نضبطوا هذه الامور ونشوفوا الوضعيه الوبائيه ونشوفوا كيفاش غادي يكون هذا الاسبوع الاول ديال الدخول المدرسي. سكينه، هي الصراحه هذا الشيء اللي قلتي كامل هو اللي كنعيشوه كاملين، يعني واش نصيفطوا ولادنا للمدرسه ولا نخليهم؟ يعني حنا في كازا تفرض علينا هذا النهار، يعني البارح في اخر لحظه بالليل، نهار الاحد بالليل في اخر لحظه عرفنا بان ما كايناش المدرسه حضوريه ولات عن بعد. طبعا كانت صدمه للكثير، لان راه ماشي غير مساله ديال وضع الاطفال في المدرسه، وانما كذلك الاثر ديال هذه القضيه ان وليداتك في الدار على الناس اللي كيشتغلوا، لا اباء ولا امهات، اللي عندهم التزامات خارج البيت،
وحتى الالتزامات داخل البيت. يعني الا قلنا ان الاباء هما اللي هيتكلفوا بمرافقه الابناء ديالهم، واش الاباء مؤهلين لتاطير ولتعليم الابناء على سن على تخيل واحد عنده جوج الوليدات ولا ثلاثه الوليدات، واحد في الابتدائي وواحد في الاعدادي وواحد في الليسي، واش يقابل الصغير ولا المتوسط ولا الكبير؟ واش عنده البيداغوجيه؟ وراه معنا الاساتذه يقدروا يتكلموا في هذه المساله هذه. واش عندنا البيداغوجيه كاباء وامهات او حتى لو بيرسونيل اللي كيقابل في الدار، عندنا البيداغوجيه الكافيه باش نقابلوا هاد الوليدات باش نعلموهم بلا ما نساو التبعات ديال كوفيد من ديال لو كومبوتر الصحي من مارس حتى لدابا. ان العطله كانت متذبذبه، كاين اللي ما سافر ما خرج ما دخل ما والو، لان بقى داك التخوف الا مشيتي غير للبحر ولا لهذا، اذا كاين التكدس كاين هذا، فكيبقى دائما داك الخوف. ان الاطفال انقطعوا على المدرسه من مارس اللي فات، فتخيل ان وجالسين في الدار، يعني تخيل هذيك المتنفس اللي كان عندهم كيمشي وكيتلاقاو بالاصدقاء ديالهم، كيتلاقاو بالمعلمين، كتكون واحد لومبيونس، كيكون عنده واحد البروغرام لي زاكتيفيتي الانشطه خارج البيت حتى هما ما كاينينش. الزيارات العائليه خاصك تعرف الوطأة الكبيره ديال الزيارات العائليه، ما كتشوفش ميمه ديالك، ما كتشوفش با سيدك، ما كتشوف عمك، ما كتشوفش خالتك، ما كتشوفش ولاد العم ولاد الخاله، داك يعني داك الانسجام العائلي ما كاينش. فاكيد هذا الشيء كامل ضغطنا. وزيد كمل هذا بقى ان المدرسه واش نصفطوهم، عرفتي تنظن زعما حتى الوزاره من 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 عطات داك القرار ديال اللي بغى يصفط ولادو ولا اللي بغى يخليه، لان هي براسها ما متاكداش، حتى حد ما متاكد. وريني شي مكان في العالم ولا شي شخص ولا شي هيئه ولا اللي يقول لك 100% الاطفال قل من 14 سنه ما تيجيهمش لو كوفيد او ما تينقلوش لو كوفيد او لا اكثر من 14 نقدروا نديروا لهم ا ديستانس. حتى حد ما متاكد في ظل الظروف الحاليه، حتى حد ما عنده معلومات يقينيه، وحنا كلنا عايشين التجربه، كلنا كنشوف كل نهار شنو كيخرج. وبالتالي هذا ليتا دو دوت، هذا دو ميفيونس، حنا كاملين كنعانيو منه. داكشي باش خصنا واحد الاستعداد نفسي، واحد العمل على شخصيتنا وعلى نفسيتنا وعلى ادارتنا لهذه الازمه الحاليه، خصو يكون كبير وكبير جدا. لان الاباء فاقدين الاثر ديالهم، فاقدين الخاطر ديالهم، مضغوطين داخل البيت وخارج البيت، الاطفال كذلك. فكنحسوا لا في ضيوفنا ولا على برا كاين واحد ليتا داليرت، يعني واحد واحد الحاله ديال ديال بحال ناقوس الخطر، واحد الحاله ديال الضغط العام، واحد الحاله ديال اللي خاصنا فعلا 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 نردوا ليها البال ونشتغلوا عليها باش ما يكونوش عندنا التبعات. لان كما قلتي سكينه، حنا خاصنا نتعايشوا مع الوباء، لان هذا ماشي عنده اون دات فاليديتي، شهر 12 راه ماشي بحالاته، لا راه كاينين ابحاث كتقول يمكن حتى 2022، كاين اللي كيقول لك صافي راه فيروس بحالو بحال الجريب العاديه خصنا نعيشوا معاه. دونك هذا الشيء كامل مولا الله يبشرك بالخير اختي، 2022 نترجاو ربي في القريب العاجل. يكونوا عندنا كل الاحتمالات، نكونوا مادام القضيه فيك فيك، اذا شنو نقدر نغير في راسي وفي المحيط القريب ليا، وليداتك، الزوج الزوجه، الناس اللي انت اون كونتاكت معاهم، باش نتعايشوا معاه باقل التبعات النفسيه الماديه المجتمعيه والصحيه. نعم، الى سمحتي لي منى غادي ننتقل عند الاستاذه خديجه. استاذه خديجه ربما يعني في كندا كان سبق وتكلمنا على الدراسه عن بعد الى غير ذلك، وكانت يعني مجموعه من الاجراءات اللي مهيئه بانه الخريف تقريبا كله غيدوز عن 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 بعد. حاليا شنو هو الوضع بعد الوباء في كندا؟ واش فعلا بقاو على هذا المنوال هذا، ولا الوليدات يمكن انهم يواجهوا المدرسه؟ وشنو هي التدابير اللي دارت؟ حاليا بدا الغتور اللي زدت فيه، علاش؟ لان الغتور اللي زدت فيه هو واحد ديفي sur plusieurs plans. Le plan de la sécurité, de la santé, de la réussite des élèves, la gain des plans, c'est un défi. Décrochage scolaire, il y a un peu de temps, il y a 6 mois, on a dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, difficultés d'apprentissage, il y a un peu de décrochage scolaire, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. اذا شكون اللي غيتكلف بهاد الوليدات؟ وحنا كنعرفوا ان انا كمغربيه وعشت في المغرب وقريت في المغرب وقريت في المغرب، راه كنعرف المخاطر اللي كاين فيها دابا واحد المجموعه ديال يعني التعليم ككل. غنديروا ليكسكليزيون ديال كيلكو زاد دوك اللي ما نعرف، المهم عندهم اسي دارجون باش يمشيو ليزيكول واعرين. انا كنهضر على الناس اللي في الاحياء الشعبيه واللي هما الاكثريه، وانا كوني درست في الاحياء الشعبيه الاكثريه ديال الوليدات كيكونوا فيلنيغابل، فيلنيغابل لاش؟ ليشيك،
يعني وعندهم دي بروبليم سوسيو وعندهم دي بروبليم فاميليو. كيجي عنده المتنفس الوحيد اللي عنده هو المدرسه. المدرسه كيشوف فيها داك الاستاذ ولا الاستاذه اللي غيحبو. انا عندي علاقات مع التلاميذ لحد الساعه يعني كولادي كخوتي ككلشي. علاش؟ لان واحد الوضع اللي هما كانوا في سن المراهقه وعندهم مشاكل اجتماعيه ومشاكل عائليه ومشاكل عندهم ديلاكين في لابرونتيساج ديالو، وماشي انا بوحدي، راه كانوا معايا استاذات واساتذه اللي كنا كنشرفوا على التاطير ديالهم وكنشرفوا على التعليم ديالهم وكنحاولوا نمشيو معاهم والحمد لله مشاو بعيد. ولكن في غياب هاد لانتيغاكسيون اونتخ لونسيون اي لونسيني، شكون اللي غيضمن لينا هاد الوليدات فين غيمشيو؟ هما يشكلون الاكثريه. لاننا كنت كندرس قسم فيه 48 تلميذ، فكانوا عندي جوج ولا ثلاثه ولا حتى سته اللي كانوا كيمشيو بوحدهم. يعني تقدري دير لهم ماشي غير لابرونتيساج ا ديستونس، دير لهم اللي بغيتي كيمشيو مزيان. لو غيست خاصو التاطير، خاصو التتبع عن قرب. هنا في كندا شافوا بان هاد الشيء نتجوا عليه مشاكل اجتماعيه كثيره بزاف، وصلت للقتل، وصلت لان ولاو كاين اباء اللي قتلوا ولادهم، كاين دي بارتونير اللي تقاتلوا مع بعضياتهم، كتصبح المراه ميته، كاين اللي كيقتل ولادو بجوج، كاين اللي علاش؟ لان ذاك الضغط. وكنعرفوا بان مازال كندا راه كتقدم للمواطنين ديالها اعانات ماديه مهمه، ماشي مثلا نقول ما تنهضروش على 100 دولار، يعني 700 درهم ولا 800 درهم، راه كنهضروا على مليون وزياده الشهر بالفلوس ديال المغرب. يعني وهكاك والناس عاشوا مشاكل. علاش؟ لانهم كانوا عايشين في واحد النيفو بليزيلفي، او لا لانهم ما مولفينش ان نفيق انا ونلقى ولدي حدايا بكل شيء بسالات اللي كاين 24 ساعه 24 ساعه مع بعضياتهم. يعني هذاك الشيء كيكون ضغط عند الاباء كما قالت الاخت، ضغط نفسي واللي كيتحول لعنف، كيولي عنف. لما كانش عنف جسدي كيولي عنف رفضي. اذا هنا ارتأت الدوله ان وعد الدراري ولاو دوك اللي كنقولوا حنا الوليدات اللي هما ديال النقابل ولا عندهم دي لاكين في زابرونتيساج ولا عندهم تخوب تخوب دو كومبورتومون ولا راه عندهم بزاف، يعني هادو ولاو معرضين بزاف حوايج خايبه. ارتأت ان نديروا غوتور لي زيتود، ولكن غوتور لي زيتود راه الدوله ديبلوكات ليه جوست المليار ديال الدولار. جوست pour une rentrée scolaire sécuritaire. يعني بمعدل ديال 400 دولار شاك انفون. علاش هاد وكل بروفانس كتصرف هاد الفلوس يعني سولون سي بوزوان دي مانيير ديسكريت، ما تسوقش الدوله شنو دير بهم. المهم انا مثلا كمديره مدرسه او لا كنعرف الوليدات اشنو خصهم، خصهم مثلا لافاج دو مان، دونك انا غنشري كاع لي نيسيسيغ بوغ لافاج دو مان. كنوظف ناس خاصين بالنيتواياج ديال الحشاك لي تواليت ولي كازي ديالهم فين كيحطوا ادواتهم والطاولات والمكاتب ولي زورديناتور وكل شيء. انا اللي شفت الخطاب ديال الوزير اللي في المغرب وشفت اشنو الاختيار اللي حط فيها العائلات المغربيه، بصراحه تصدمت صراحه وعبروا عنها بكل صراحه. علاش؟ لان الاستمارة اللي بعثها الاباء باش يديروا ياخذوا الاختيار واش يكون التعليم عن بعد او حضوري، انا كنت ارجح انها لو تكون استمارات. هل لديكم حاسوب ام لا؟ هل لديكم انترنت ام لا؟ هذه هي الاستماره الصحيحه الا كنا بغينا نمشيو بالمغرب القدام. ما نبقاوش نضحكوا عليهم، ما نبقاوش نضحكوا على الناس، لان جا الوقت. دابا هذه ازمه عالميه، ما غنقولش بان المغرب لا يستثنى منها. حنا تنقولوا بان المغرب سواء تكون عندنا في خاص تفكتور صحيحه ولا ما صحيحاش، راه كل العالم كله ولا بحال بحال، كله مهزوز، العالم كله مهزوز بالكارثه الصحيه. كل شيء في وضع بحال بحال، غير كيفيه التعامل مع هذا الوضع هي اللي غتخلينا اما نزيدوا القدام اما غنرجعوا ب 200 سنه الى الوراء، وهذا ما اخاف منه واتخوف منه. نعم. هذا هو اللي تنخاف منه. علاش؟ لان الا خلينا الامور هكذا نخليو لا بوبيلاسيون ليفري ا ال ميم دبر راسك، لا دير اللي بغيتي، قري ولدك حضوري ولا قريه ا ديستونس، ودبري مع الانترنيت يكون عندك ولا ما يكونش عندك، وعندك باش تشري حاسوب ولا ما عندكش. هنا اشنو كننتظروا من هذا المجتمع؟ الا كنا كنشوفوا دابا في الشوارع الدراري السيوف كيتضاربوا، او لا كنشوفوا الجرائم اللي كثرت، فكوني اكيده كما قالت الاخت ان من هنا 2022 غتولي ما تقديش تخرجي من دارك، غيقدوا يدخلوا عليك لدارك، غتقد غنوليو كلنا عائلاتنا وكل شيء وخوتنا اون دونجي. وهذا هو النقص اللي خصنا نفكروا فيه، هذا هو اللي خصنا نفكروا فيه، وهذا الشيء في الدول المتقدمه نفكروا فيه، كيخافوا من هذا الشيء. كيخافوا منه ولو انهم كيقدموا اعانات المواطنين ديالهم في
العصر اللي هو صعيب بزاف، ولكن راه كنخافوا منه. انا البارح كنت في ان سالون يعني ديال الفيسبوك مع مثقفين ومع فنانين، وتصدمت ملي سمعت واحد الاخ فنان سميتو تذكرني الاسم ديالو، عافاك هذاك الفنان اللي كنا البارح معاه امازيغي، المهم عايش في باريس نسيت على الاسم ديالو، امزاغن ولا امزاغن بحال هكا، كيقول لك بان كاين عنده اصدقاء فنانين انتحروا، كاين عنده اصدقاء فنانين اللي ما بقاوش، اللي طلقوا الديور ما قدوش باش يخلصوهم بالكريدي، ما كاينش حفلات ما كاين والو. اذا هنا الوضع قيسنا كاملين وكيهدد مستقبلنا كاملين. ولكن حنا التعليم والصحه راه هو الاساس ديال المجتمع. الى التعليم وزير التعليم يزيدو وتيقول لك بان التعليم الاباء اللي اختاروه واش خياري او لا حضوري، انا تنقول ليه لا السيد الوزير خصك تعيد النظر في هذا الشيء، وماشي العيب ان الانسان يخطا، ولكن العيب انه يمكث في الخطا ديالو ويحسب انه صح انه على صواب. هذا هو العيب الخطير، وهذا هو اللي كيقدر يؤدينا الى شي باب مسدود ما نقدرش نخرجوا منه. خاصنا نشوفوا هاد الوليدات اللي ما عند، حنا هنا جاتنا الاستماره، انا ولدي كيقرا في سيكوندير، الاستماره اللي جاتنا اشنا هي؟ غير دابا دو جوغ ولا تخوا جوغ حتى داروا لا رونتري سكولير. واش عندكم حاسوب؟ واش عندكم ايباد؟ شحال عندكم من اورديناتور في الدار؟ شحال كاين من واحد كيقرا في الدار؟ هذا هو الاستماره اللي جاتنا. واش عندكم اكسي الانترنت؟ الحمد لله حنا عندنا كلشي هذا الشيء. تنقولوا نعم حنا عندنا، حيت ما يمكنش نقول ما عنديش وانا الكونت بونكير ديالي كيبان فيه شحال كندخل، دونك جو بو با لو دير، ما يمكنش ليا نكذب، حتى المبادئ ديالي ما تسمحش ليا نكذب. وتنقول حتى لو دارت هذه الاستماره تناشد المواطنين المغاربه اللي عندهم ما يكذبوش وما يقولوش ما عندناش، نقولوا عندنا. وتا اللي عنده اورديناتور ما عنده ما يدير به يمدوا لجارو ولا صاحبو ولا عائلته، ما يبقاش عندنا هذاك الشيء ديال فقط لا بروسبيريتي انديفيديوال جو مون فو دي زوطخ، راه هذا الشيء احنا غاديين فيه لواحد الهاويه خايبه. رحنا خصنا صدق هي مرحله اللي خاص يكون فيها واحد التضامن وواحد التكافل كبير بزاف، والجانب التعليمي راه كيظهر لي بان الازمه بينات، باللي حنا الركيزه الاساسيه ديالنا راه هي التعليم والصحه، اذا كيظهر لي بان العنوان العريض واضح غير بغينا نغطيوه بالغربال. ولا خديجه يعني الحديد ذو شجون معاك، لانه ربما مشينا مجموعه من الخطوات، عفوا يعني مجموعه من الفروع مشينا في النقاش ديالنا، وتقدمنا مجموعه من الخطوات في هذا النقاش هذا، غادي نرجع ليك الا سمحتي لي، ولكن فقط نعرفوا ايضا يعني الحال في ايطاليا. بطبيعه الحال غنتقل عند الاستاذه اسماء. استاذه اسماء، يعني الحال في ايطاليا كيف ما كنا عارفين هو عاش واحد الوضع اللي كان صعيب بزاف، يعني ايطاليا مرات من واحد التجربه اللي كانت قاصحه وقاصحه بزاف، وعشنا يعني عشنا هذه المرحله مع اصدقائنا ومع خوتنا المغاربه في ايطاليا، وعشناها مع الايطاليين ايضا، لدرجه انه وصلت واحد المرحله اللي كما كنقولوا تهزوا اليدين، والرساله كانت واضحه، يعني الان الكل بيد الله سبحانه وتعالى، وشي حاجه اللي كانت قويه بزاف. ولكن الحمد لله ايطاليا مره اخرى بدات كتوقف على رجليها بشويه، وبدات الخسائر ربما البشريه كانت كبيره، ولكن نوعا ما يعني جينا كنشوفوا ديك الوقفه ديال الطفل الصغير دا مره اخرى تيزدي الوقفه ديالو، فقد الوقفه ديالو كيف ما تنقولوا. ولكن نبغيو نعرفوا الوضع الحالي شنو واقع دابا، ولا غونتري سكولير في ايطاليا كيفاش تمت. السلام عليكم. انا ساكنه في جي ديال برغامو حدا ميلانو، فين المهم حنا حسينا بزاف على شحال فين ساكنه انا. كنا وصلنا تقريبا 100 تاعين، وصلنا حتى 500 ميت في النهار. ايطاليا بعدا عرفات كيفاش تسد كل شيء، سدات تندراسات، سداتهم بحقا قبيله تهضرات نسيت سميتها البنت الاولى اللي هضرات ولا طيب المدرسة أول حاجة اللي كتعطي المستقبل، كتعطي بزاف الحاجات فهمتي، غير دابا المغرب غير المهم كل دولة في إفريقيا في أوروبا. المدرسة بحال دابا حنا كنقولوا المدرسة أول بلاصة فين الدراري ما بيناتهم كيتعلموا اللغه اكثر. حنا عندنا بزاف ديال اكسترانجي، الطاليان ما كاينش غير حتى في كندا. حنا عندنا دراري، انا في القسم ديالي عندي
دراري كيجيو من افريقيا، كيجيو من السنغال، كيجيو من المغرب، كيجيو من الهنود، كي والمدرسه مهمه بزاف مهمه. علاش دابا اكثريه فهاد منين بدينا كنديروا المدرسه بعيده، حنا كنعيطوا لها ديداتيكا ديستانسا. دابا المشكله كل وليد كان في الدار، في الدار تجبر لمين كتعرف مزيان الطليانيه تعاون ولدها، تجبر الطلياني عنده والديه كيعرفوا مزيان اللغه ضروري يعاونوه. شنو ديرنا حنا؟ مهم الدوله عطات الفلوس للمدرسات، والمدرسات تكلفوا وشراو الطابليطات، شراو الاورديناتور. وبحال دابا انا المديره ديالي صفطات المعلمين، صفطات لهم الايميل فين كتسولهم شحال ديال الدراري عندها في القيصه. حنا عندنا في القيصه ما عندهمش، اللي ما عندوش الاورديناتور، اللي ما عندوش امكانيات، مي عندوش اكثريه. بزاف المرات تجبر العائله عندها ثلاثه الاولاد تبارك الله، خاصها تقريهم ثلاثه بيهم. ايوا المدرسه المهم بالفلوس اللي عطاتها الدوله تكلفوا، شراو طبليطات، عطاو لكل عائله، عطاهم انترنت، عطاهم يمكن لك تطلب، كتطلب للدائره لا ما عندكش انترنت كيعاونوك توثق انترنت الواي فاي في الدار. وكل الدوله تكلفات باش كل عائله يكون عندها بعدا بورطابله وعندها طابلت باش بعدا تبدا دير هاد المدرسه بعيده، هاد ديداتيكا ستاندا. وهادي راه مهم، علاش لا الدوله ما تكلفاتش على هادشي اكثر على القرايه؟ علاش دابا حنا غنبداو ان شاء الله نهار 14 لحقا، انا عارفه راسي راني غنبدا مع القسم مقسوم الوليد اللي جبر شي واحد اللي عاونو في الدار يقدر. يعني بالنسبه لكم لا اسماء، دابا الوليدات كلهم غيدخلوا للقسم، ما كاينش شي حد غيقرا عن بعد وشي حد عن قرب، كلشي غيكون عندنا بروتوكول. الوغ انا نبين لكم البروتوكول ديال دابا. علاش الدوله قالت لا النماري ديال المراضين داو يتزادوا، خصهم يجبروا، خصهم يديروا بروتوكول اخر. البروتوكول ديال اليوم هي الروض بداو اليوم، بداو الدراري يمكن لهم يدخلوا للمدرسه. القانون كيقول لك ما بين صفر سنين ما يمكن لهمش يديروا، حنا كنعيطوا لا ماسكرينه البابا. المهم هما ما يمكن لهمش يديروا، خصهم ضروري يديروها الدراري من 6 سنين فوق. بالحق منين يدخلوا القسم خصهم يديروها، منين يوصلوا المدرسه، منين يدخلوا القسم، منين يكونوا جالسين يمكن لهم يزولوها، ماشي محكوم عليهم ديما. منين يكونوا جالسين منين ينوضوا ويتلاقاو مع والمعلمه ويتلاقاو مع الدراري الاخرين خصهم يكونوا عندهم. اوكي منين يدخلوا المدرسه الحاجه الاولى مهمه للعائلة الوليد قبل ما يخرج من الدار، خصهم يعبروا له لا تيمبيراتور. ولا كانت فاتت 37.5 الوليد والدري ما يمكنلوش يخرج من المدرسة، ما يمكنلوش يخرج من الدار، سمحوا لي. اوكي تما خصو يعيط للطبيب ديالو، والطبيب ديالو خصو يشوف ويدير له تحليلة باش يشوف الا كان كورونا فيروس. ولكن سخانه نورمال، الطبيب هو اللي خصو يتكلف على هادشي. لكن الوليد عنده وفات 37.5. دابا المشكله لكن الوليد دخل المدرسه وجاتو السخانه، هذه المشكله اللي بزاف ديال المعلمين. يعني راه غيكون كاينه لا غريب وكاين الفيروس. دابا الخريف تقلب الجو، تبقى لا غريب تبقى حقا. حنا المعلمين شنو خصنا نديرو؟ حنا لا شفنا الوليد عنده سخانه وفاتت 37.5، علاش في البروتوكول مكتوبه هاد النمره لا فاتت. خصنا كل مدرسه تكون عندها بيت مسدود
فين هاد الوليد خصو يجلس تما على ما كيسنى والديه. حاجه مهمه للوليد ما يبقاش بوحدو في داك البيت، تبقاه مع مليمه معلمه، يبقى ديما مع شي واحد يوصلوا والديه باش ياخذوا. هذاك الحد اللي غيبقى معاه ممكن يكون معرض لخطر الاصابه. دابا على داك الشيء راه دابا المشكله ديال المعلمين دابا وحتى ديال حتى المدير. دابا حنا ما عندناش، حنا في المدرسه ما خدامش المعلم، خدام بحال حنا كنعيطوا له الكولابوراتوري اللي كيمسح المدرسه. ما نعرف الا كان شي واحد ريسبونسابل اللي كيدخل المدرسه. في الاول كانوا بزاف ديال الوالدين كانوا خايفانين المدرسه تسد. دابا خرج البارح، خرج الدائره وحتى الدوله قالت لهم لا ما تخافوش راه المدرسه راه تسد. علاش؟ الوليد ملي تكون عنده قناه تتما طبيب خصو يدير له التحليله، لا كان بوزيتيف القسم ديالو خصو يكون يدير داك 14 يوم ديال كونترول. حنا في ايطاليا عندنا الا كان فيك سخانة خصك تبقى 14 يوم في الدار العزل. دابا ماشي المدرسة تسد القسم والمعلمة خصهم يديروا هاد 14 يوم. لحقا دابا المشكلة بحال اللي قلت لكم في الأول، دابا هاد البروتوكول دار بشهر 8، طاليان كانت وصلات لداك المهم داك ما كانتش، كانت قليلة، كانت داك 100 200. دابا مور الكونجي علاش شنو دارت الدولة هاد الصيف؟ حلات منين حلات اللي مشى الكونجي، اللي مشى البحر، اللي مشى يخيم وداكشي. دابا طلعوا، دابا وصلوا ل 1300 في 20 يوم تعلاو. دابا هذا البروتوكول تصوب منين كانوا النماري كانوا قلالين، كانوا شي 100 200. دابا اللي وصلنا وفتنا انا ما فهمتش. سمحتي ليا استاذ اسماء، يعني الفيروس دار لو بيك كما كنقولوا في ايطاليا، من بعد نزل الوقيته اللي نزل جا القرار ديال كيفاش غندخلوا الوليدات للمدرسه. اذا تحط واحد البروتوكول ولكن مباشره بعد العطله عاود طلعوا الحالات. دابا صعيب باش تطبقوا هذا البروتوكول اللي تحط مع الوليدات دابا في الاقسام ديالهم، سورتو كل الاساتذه هما متخوفين من خطر الاصابه. خاصهم يبداو مع الوليدات لو 14، يكون تعامل مباشر مع الوليدات، ما كاينش تعليم عن بعد، كاين غير التعليم عن قرب. يعني كاينه مجموعه من الاسئله دابا اللي تطرحات في المجتمع الايطالي. بحال دابا حنا معلمين داروا لنا الدوله دارت لنا غراتوي بلا فلوس نديروا التحليله باش نشوفوا. فانا درتها بالحق، واخا انا دابا درت تحليله وقالت لي الحمد لله ما فيا والو، مازال ما دخلت في المدرسه، راني دابا في الدار. وفي المدرسه انتينا ما كتكونيش 24 ساعه مع هاد الوليد من كيخرج. بالتالي ملي كيكونوا دابا لا كانوا ابتدائي شي شويه كيفاش تقولي لوليد لا ما تقيش هذا، بعد بهذا، غسل يديك. ملي كيكونوا كبار شي شويه سهله، خصهم يكونوا عارفين هذا الشيء. ملي كيكونوا مازالين صغار عاد دخلوا صعيبه، وخاصه انت عندك المستوى يعني اول لقاء عندهم مع الدراسه. اول بحال دابا واحد لا عاده يبدا اكثريه واخا هادو اللي داروا بحال دابا اللي عاد بداو تبدي اسمحي لي ابتدائي العام اللي فات شحال داروا؟ داروا 5 شهور للمدرسه، فهمتي؟ ما داروش بزاف، خصهم يكونوا خصهم يتولفوا. دابا يرجعوا ان شاء الله نهار 14. ماشي سهله. المهم المدرسه حنا بحال دابا في القسم زولنا زولنا المريويات كلهم، المريويات زولناهم. كل طبله تكون متر ما بين وليد الدراري، ما بيناتهم خصهم يكون عندهم متر. الماتيريال ما يخلوهمش يدوزوا ما بيناتهم ماتيريال،
كل وليد خصو يكون عنده ماتريال ديالو. شحال التلبيده تايكونوا في القسم؟ الورا على حسب، لا كانت البيت لا يمكن لهم يوصلوا حتى 25 على بحال دابا اليوم عيطت لواحد لواحد معلمه كنت خدامه معاها، هي عندها قسم كبير بحال دابا لكن قسم يكونوا الدراري ما بيناتهم متر، لكن القسم ما كاينش ما كاينش النمره. وحاجه مزيانه اللي داروا اللي داروها في الطاليان هما، مهم عطاو الفلوس الدوله عطات الفلوس للدائرات، وحتى الدائرات بحال دابا جيرون دراسات بحال دابا لا كانوا خصهم يريبوا شي حيط، ريبوا الحيوطه باش يكبروا البلايص، فهمتي؟ بحال دابا حتى ديال الدائرات اكثريه هنا في الجهه ديال برقام وداك الشيء، الدائره اعطات البلايص بحال دابا كان عندها شي دار اللي ما محتاجاش وداك الشيء تعاونوا ما بيناتهم، فهمتي؟ وحتى الكنيسات، الكنيسات بحال دابا هما عندهم عندهم بحال دابا ليسباس بزاف، عندهم بزاف ديال البلايص وداك الشيء، عطاتهم المدرسه باش يفرقوا هاد الدراري باش في قسم ما يكونوش ما بيناتهم كلهم قراب، بعدا يكون ما بيناتهم متر. حاجه مهمه ديال الماتريال، الماتريال ما يمكنلهمش بحال دابا الشنطه ما يمكنلاش تخرج ما يمكنلاش تخرج القسم، ما يمكنلاش تدخل القسم. صح لي سمحوا لي اللغه شي شويه بحال دابا الماتريال كل وليد خصو يكون عنده الماتريال ديالو، ما يمكنلوش بحال دابا المهم بحال دابا الوليد لا باغي يسلم يتبادلوا الاقلام ما بيناتهم، يتبادلوا المسطره ما بيناتهم مثلا الكتوبه الى غير ذلك. لا ما يمكنلهمش. حتى دابا بحال دابا تفضلي. لا بحال دابا اليوم بحال بداو الراوت، الراوت كيتغداو حتى تما ما بين حنا الراوت عندنا ما بين 3 سنين 6 سنين، وبداو حتى ما بين 0 3 سنين حنا كنعيطو لهم ازيلينيدو. هما شنو بداو 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 اليوم وهما خصهم كيتغداو تما بحال دابا حتى في الغدا ما يمكنلهمش يديو من الطرفوطه ويديو شي حاجه، لا النظره كتكلف على كل شيء بحال دابا كتكلف على الطرفوطه كتكلف على كل حاجه اكثر هذا العام، داك الشيء اللي كيتحتاج كيتسيب ماشي كيمكن له. نعم انا رجع نتناقش معك الا اسماء وكيلا سمحتي لي نرجع عندك منى. هو الظاهر هو انه المشهد متذبذب في العالم زعما ماشي غير في المغرب، يعني لا بيبار كاين داك غتصدق ما غتصدقش كيفاش غادي نديروا، لا عن بعد لا عن قرب، غادي نرجعوا الوليدات ولكن الاحتياطات اللي خاصها دار، التدابير اللي دارت الدوله ربما الامكانيات اللي قدمتها سواء في كندا وايطاليا، يعني كاينه بزاف ديال الامور اللي هي متذبذبه، صعيب باش نتحكموا في واحد الوضع اللي حنا فيه دابا. كاين واحد الفئه من الوالدين اللي بالنسبه ليهم مساله ما كانتش فيها نقاش وقال لك اودي شوف انا واخا هذا العام كاع ما يقراش ما عنديش مشكل، ومشاو المدارس ديال وليداتهم ما كيقولوا لك اودي الا كانت امكانيه ديال سنه بيضاء مرحبا، امكانيه ديال الدراسه عن بعد مرحبا، واخا عارف بانه ممكن النيفو ديال وليداتي يتراجع ولكن ما عنديش حل، من بعد نشوف استاذ الدعم والتقويه الى غير ذلك، هادشي تحل الناس اللي عندهم بعض الامكانيات. طرحت اسئله في المقابل ديال الناس مثلا اللي في القريه الى غير ذلك، وربما هذه اللي اثارت الحافظه ديال عدد كبير من الناس واثارت حتى التفاعل ديال بزاف ديال الناس، بانه راه خاص التفكير يكون حتى في الناس ديال القريه لان كاينه صعوبه في الخروج للانترنت، كاينه صعوبه الى غير ذلك، فهاد الوليدات مضطرين انهم يمشيو للاقسام، ولكن كيبقى تطرح السؤال على الحمايه وكيفاش نحميو الوليدات ديالنا خاصه في واحد السن معينه اللي ما يمكنش ما يمكنش تشد واحد الوليد ديال 3 سنين و 4 سنين خاصك تقول خاصك دير البافيك خاصك تغسل يديك خاصك تعقم ما تقربش لصاحبك الى غير ذلك، واخا خرج باغي يلعب باغي يتلاقى مع صاحبو باغي يقيس فيه باغي يجري بغى ما نساوش من شهر 3 و شادو في الدار، يعني اون فوا غيخرج راه واخا الاستاذه تكون ما عرفت شنو غادي يغلبها هاد الوليدات. فبالنسبه لك القراءه النفسيه لهذا الوضع سكينه حلاني احلاهما مروا جوج بيهم راه ناخذوا ليبوتيز الاولى الاحتماليه الاولى ديال الاباء قالوا لا ولادنا يقراو في الدار هذا العام ولا ما يقراوش سنه بيضاء، راه اشارت لها الاستاذه خديجه كاين اطفال
ومين كنقول اطفال راه من 3 سنين 4 سنين وانت طالع حتى كتلقى صحاب الاعدادي حتى صحاب الليسي، ما نتكلمش على صحاب الجامعه، نتكلموا على اللي في السن ديال التمدرس الاول يعني قبل ما نوصل للعلم الجامعي، كتكون عندهم بعض الضعف، كيكون عندهم صعوبات في التعلم، كيكونوا عندهم دي فولنيرابيليتي بسيكولوجيك، تيكون واحد ماشي غير الضعف في القرايه ولا الضعف في كيكون حتى ضعف في التواصل مع الاخرين، يعني كيكون ديجا التواصل ديالهم مع الاخرين كيكون صعيب شويه او قليل، او كتكون عندهم ميولات للعنف او الانطواء، او يعني كاين واحد المجموعه ديال الاشياء بالاضافه للضعف المدرسي، كاين اللي عنده صعوبات التعلم، كاين اللي ما كيعرفش يركز خارج القسم، كاين اللي كل واحد وشنو. فتخيل هاد الاباء اللي قرروا قالك لا حنا نحمي ولادنا، الحمايه هي اهم حاجه، هاد الولد هذا ولا هاد البنت اللي كتقيل في الدار نهار كامل اشنو كدير، تليفون تابلت، هذا اللي عندهم هاد الامكانيه. طبعا حنا ما تكلمناش على اللي ما عندوش الامكانيه ديال اللي ما عندوش الانترنت باغ اكزومبل الناس ديال القريه، وبصح لان كيفاش حنا فكرنا غير في الناس ديال المدينه واللي عندهم انترنت واللي عندهم الواي فاي ويقدر يتكونيكتا ويقرا عن بعد، ايوا والناس الاخرين واتفق بالمدينه كاين الناس ما عندهمش هاد الامكانيات، او كاين اورديناتور او تليفون واحد في الدار، وعندك ثلاثه د الوليدات ولا جوج ولا اربعه ولا كل واحد وكل واحد والبروغرام ديالو، دونك قررتي انك تخليه في الدار. اولا كيف كما قلت لك اغلبيتهم، وانا راك تعرفيني كنشتغل مع لي كوليجيان مع لي زادوليسون مع لي ليسيان ومع اللي اكبر منهم، تنقدر نجزم لك حاليا ما كاينش شي واحد تلاقيت به ما كيدوزش النهار ديالو دي جو الكترونيك فيولون عنيفين، راه معروفين الالعاب اللي كاينه دابا اللي هي توب 10 ديال العالم كامل، وتيلعبوا مع جنسيات مختلفه وتيخلقوا واحد العالم افتراضي ديالهم ديال التواصل ديالهم واللي عنيف جدا، فيها القتيله وضربني نضربك والدم وهيك شوت، دونك تخيل مع راسك عقل قول لي شحال من واحد شحال من اسره انت كتعرفها ولا شحال من واحد كيشوفنا دابا كيجلس ولده ويقريه ويقريه بالعقل يقريه وتيشوف داك الولد كيتفاعل. يعني هاد المرحله ديال الكونفينمون اللي دزنا منها راه نوعا ما راه قيدتنا كاباء وامهات، يعني كتشوف وليداتك محرومين بزاف د الحوايج، ربما كاين شويه ليكسي في التلفازه، كاين شويه ليكسي في الطابليت الا ما كانش الالعاب ديال الفيديو، كاين شويه ليكسي في الالعاب ديال الفيديو، يعني ما بقيتيش كتقدر تكونترولي وتقولي لا ساعه اللي غادي تفرج ولا ساعه اللي غاتاخد الطابليت ديالك، ما عندوش الفراغ الفراغ وما عندك، وحتى الوالدين على اعصابهم وانت ما مؤهلش باش تعطيه داك لو كرافتين باش يخدم بيديه باش يصوب، لان حتى انت تضغطتي وما بقاتش عندك الخاطر وانت عندك مخاوف وتخيطر في هذا الشيء كامل وغياب الانضباط فوق ما بغى وكينعس فوق ما بغى وتخليها ليه العام كامل والعام اللي من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم يهز علينا ربي هذا البلاء وتقول ادخل تقرا. تخيلي معايا الموقف ياك سمعينا صعيب، تخيل هذا الشيء كامل ونعاودوا نرجعوهم ونقول له انضبط وعمل، راه حنا شنو بات غير داك 3 شهور ديال الصيف من كتجي السيمانه الاولى في المدرسه ما تيقدرش يفيق الصباح ما تيقدرش يمشي كيكون مازال واخا وكيكون باغي يمشي، فما بالك انا تقريه في الدار انت العنف اللي يكون اتجاه ولا انه باغي تقريه هو ما باغيش يقرا ولا ما يتفاعلش معك ولا او عندك ثلاثه الاطفال كما قلت ولا جوج واحد في الاعدادي وواحد في الابتدائي، واش تميتريزي النيفو ديال الاعدادي ولا تميتريزي النيفو ديال الابتدائي وزيد وزيد صافتي ولدك نمشيو عاوتاني لا تنحسي لي فهاد النقطه هذه، يعني كاين بعض الاباء والامهات اللي قال لك انا المشكل ديالي علاش غنقري ولدي حضور الا ما عنديش اللي يقبطوا ليا، انا ما عنديش القدره على انني نتبع معاه لانه واحد لو ستريس اللي عشناه اللي انا كنشوف ولدي غير كيضيع كنتعصب معاه كنضربو ما قادرش، يعني مشينا للعنف اكثر. قال لي كيقول لك انا ودي الغالب الله راه ما صبتش غادي نتلقوا في يد الله وان شاء الله يكون خير، يعني كاين وحتى ديك الطلقه اللي طلقوا يعني هو مسافطو للمدرسه وقلبوا معاه حتى ل 12 يجي يهزو وعاودوا يردوا في جوج وقلبوا معاه واحد لو ستريس عايشيه داك الاب وديك الام. وهذا هو الاحتمال الثاني، الاحتمال ديالي تصبتي لو ريسك الخطوره متواجده لا على الاساتذه، شكون اللي ضمنك ان داك الاستاذ مثلا كاين اللي اسامبتوماتيك يعني ما كيبانوش فيه الاعراض سي فغي، البارح كنتكلم مع واحد الطبيب متخصص قال لي اللي ما تيبانش فيه الاعراض تتكون النسبه ديال انه ينقل المرض ضعيفه جدا تكاد تنعاد، يعني اللي ما ظهرش فيك الاعراض ما تتكونش تتنقل المرض، مي هذه احتماليه واش كل واحد دونك هيا كما قلت سكينه قبيله واش الطفل الصغير ودابا تصحاب الاعداد ديال البارح تنهضر مع واحد تيدان قالت لك البني تات في الليسي ولا في الكوليج الا دارت شي غوج عليه راه ما غاتبقاش تبدا لا مين داير شي حسنه داير شي تكويبه داير هادي، دونك كاين توجور داك القضيه ديال واحد السن اللي صعبه
هادشي تسين ديال الكوليج، هادشي المراهقين اللي باغي يبان، اللي باغي يبين راسو واعر، اللي باغي يبان راسو ما كيخافش، اللي كيبغي راسو ستيلي ايتترا. الاطفال كيهدر تقول له صاحبك ما تلعبش انت وياه كلا شي حاجه وبغى يدوقها لصاحبه، يعني خص واحد التاثر. راه شنقول لك سو هومان فوق انسان، لا من ناحيه المدرسه ولا من ناحيه الاباء. وعاوتاني كما قلت لك راه الاختيارين بجوج بهم صعبين. داكشي باش انت تتحمل انت داك المسؤوليه وتتقول، والناس اغلبيه الناس اللي قرروا انهم يصطوا وليداتهم للمدرسه لان فعلا الاكراه داخل البيت راه كبيره جدا. شكون يقابلك هذا الولد ولا هذه البنت؟ انت هي الخدمه ديالك هدير ليها، يعني عارفين هذه الايام هذه اللي كانت كنا كنخدموا ا ديستانس ورجعنا للخدمه شويه، الاطفال كيقيلوا في الدار نهار كامل، الخطوره ديال انهم يبقوا في الدار كذلك النهار كامل، شنو هيديروا، كيفاش نشغلهم، كيفاش هذا. الوالدين فقدوا الاعصاب ديالهم، ما بقاوش مستحملين ولادهم. يعني باش نكونوا صريحين، الاغلبيه ديال الاباء من تتكلم معاهم تيقول لك راه ما بقيتش قاد، لان كما قلت لك وكما قلنا كذا مره سكينه انا وياك لأننا غير مؤهلين، ما كانش جنودين وحنا غير مؤهلين، الأغلبية فينا غير مؤهلين، لا على التواصل مع الطفل، لا فهم سيكولوجية الطفل، لا الفهم ديال كيفاش تحفزه، كيفاش تشتغل معه. كنا كندوزو معاه معين تيخرج من 4 ل 5 في الدار، عندك من 5 ل 10 الليل ولا 9 الليل، يعني واحد الوقت معين تصدقنا في النهار كامل، كيفاش تاثروا، كيفاش تفيقوا، كيفاش تنعسوا، كيفاش تخدم معاه، كيفاش. فاكيد راه لا الحل الاول ولا الحل الثاني صعبين بزاف، يعني ملي كتاخذ الاختيار الاول ولا الاختيار الثاني راه كاين واحد المسؤوليه كبيره، ولكن راه كلنا ما عارفينش راسنا واش الاختيار الاول اللي مزيان ولا الاختيار الثاني اللي مزيان. بجوج بهم عندهم تبعات، وبجوج بهم عندهم واحد الوطأة. واش نقول لك الله يجي من جهتنا وخلاص وهذا ما كان. امين. وبصراحه لانه حتى القرار ديال الامس اللي خلانا انه نتكلموا مجموعه من الامور، وبزاف الناس اللي كانوا موجين ولادهم اليوم مثلا بالنسبه للدار البيضاء اولا مراكش اللي جا، اولا خاصه الدار البيضاء اللي جا القرار ديال انه ما يكونش الدراسه الحضوريه، فبزاف الناس اللي كانوا موجدين وليداتهم اليوم غيديهم للمدرسه الصباح ما بقاوش مع من يخليوهم. شخصيا الصباح انا نشوف حاله ديال احدى الزميلات اللي اضطرت انها تجي الخدمه وتخلي ولدها في الدار تسد عليه حتى لحق عليه، واه الولد باقي صغير. اذا يعني فعلا واحد لو ستريس، واحد الوضع صعب زعما. الله يدير لنا تاويض الخير في القريب العاجل. غادي ننتقل عند سكينه. القضيه ديال الخدمه والمشكله ديال الخدمه راه حتى في الطليان تقريبا الوالدين كلهم عندهم هذه المشكله ديال الدراسه، المشكل وعلى داك الشيء اللي يمكن حتى الدراسه دابا يحلوا، واخا النماري عاليين ديال الناس اللي مريضه زيروهم باش يحلوا. علاش بزاف ما عارفينش فين يديروا ولادهم، علاش اللي خدام حتى المشكله اللي قالت قبيله المعلمه قالت لك بزاف ديال الوالدين وصلوا لواحد الستريس اكثر منهم. في الاول المدرسه كانت شي شويه يمشي مور الربعه ياخذوا بحال اللي قالت هنا نفس حاجه، وصلت توصل التالي ديال دابا خصهم يحلوا هاد المدرسات. علاش التالي قدام عنده مشكله فين يحطوا الولد؟ يعني الاشكال تطرح في الازواج فاش جلسوا 24 ساعه باش ساعه، فما ادراك الازواج والاولاد يعني العائله 24 ساعه 24 ساعه كان صعيب. انا شخصيا انا تفاجات في هذا الكونفينمون، شحال مره تيقول لك انا كنزوج بسيده وما كنتش عارفه مزيان، مزوجه بسيد ما كنتش عارفه مزيان، وليداتي غلبوني ما كنتش كنتصورهم بهذا الحجم مثلا من الحركيه الى غير ذلك. يعني هذا الكونفينمون راه عرى على مجموعه من الحقائق هشه في بعض الاسر للاسف، اللي ما تبناتش على اساس، ولكن بحكم الخدمه والقرايه والى غير ذلك ما كناش كنشوفوا بعضياتنا بزاف. دابا الكونفينمون بان لينا وجهنا في المرايه مباشره. غادي نرجع عند الا خديجه. الا خديجه يعني كيف ما تكلمنا دابا على الوضع ديال الاسره، ربما حتكلمنا على الدخول المدرسي، لو ستريس الضغط اللي على التلميذ وعلى الاسره وعلى الاستاذ حتى هو. يعني من داك اللقاء مع 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 الطلبه، وي احنا واجدين غنقريو عن قرب الى غير ذلك، عندك جميع الدراسات الى غير ذلك، ولكن كيكون تخوف. يمكن اليوم يجي عندي واحد التلميذ مصاب، غادي عادي التلاميذ يعادي حتى داك الاستاذ، داك الاستاذ غيخرج غيمشي لدارو، عنده وليداتو، عنده عائلته، دوك الوليدات الاخرين تما غيخرجوا عندهم عائله. ها هي بدينا كنصنعوا بؤر التخوف اللي كاين عند بزاف ديال الناس. ايضا حتى يعني كما تنقولوا حنا في واحد النفق مظلم، ما عارفينش شنو جاي، نفق اللي هو مظلم ما بيناش الحقائق، ما بينش شنو كيتسنانا في الاشهر الجايه.
فشنو هي يعني التخوفات اللي عند الجسم التعليمي واللي كتشوفيها حتى في المجتمع كأم؟ المجتمع كأم كيف ما قالت الأخت منى، أنا ترى بغيت ولدي يرجع للمدرسة، وخا كاين مخاطر وكاين كلشي، لدرجة أن يلا البارح توصلنا الرسالة من المدرسة ديالو كتقول لنا كتقر بأن أثبتت هالة في المدرسة اللي كيقرا فيها، وهذا اللي يعني أن المدرسة غتسد. بالعكس اللي غيسد اللي غيديروا هما دوك لي زيليف اللي كانوا معاه اون كونتاكت غيكونوا في لا كورونتين، ولي زونسينيون اللي كانوا معاه اون كونتاكت غيكونوا في لا كورونتين. مي سا نو با دير كو ليكول غتسد إلا داكشي تفاقم بزاف، يعني إلا كثر بزاف. دابا الحالة اللي هي في كيبيك ككل راه وصلوا ل 63,000 حالة، 63,000، وخصنا نعرفوا بأن السكان ديال كندا كلها راه قدو قد سكان المغرب. ميم يعني ميم بوبولاسيون، ملي تنقول لك كيبيك، كيبيك راه غير بروفانس، راه ماشي يعني ماشي دولة. ولكن لي غيزون كانوا كثار، كانوا 55,000 وشي حاجة اللي براو، وشي 5,000 وشي حاجة، قريبة 6,000 اللي ماتوا، قريبة 6,000 واحد اللي ماتت في كيبيك وحدة. إذا هنا في المدرسة اللي أنا كندرس فيها، أنا كندرس في الثانوي دابا، يعني كاين في الغالب غيكونوا حالات، في الغالب. لان علاش كما قالت الاخت اسماء ولا الاخت منى، ما يمكنلكش تفرضي على دي جون من مثلا عندهم 12 عام حتى 18 عام، حيت كاين حتى ليكول دي زادولت، ما يمكنلكش تفرضي عليهم انهم ما يتبادلوش لي زيفي بيرسونيل ديالهم كيتبادلوا بهم، كيتبادلوا بهم. وانا شفت هذه الحاله، كتقول ليه نو كاين الكوفيد، كيقول لك مي زعما راه علاش، حيت حنا دابا في كندا في كيبيك ولا في ليكول في ليزيكول كيديروا لهم دي جروب فيرمي. شنو هما دي جروب فيرمي؟ مثلا كنا قبل الاستاذ هو اللي الاستاذ كيبقى عنده لا كلاس، والتلاميذ اللي كيجيو عنده كيكونوا قراو السيونس، كيدوزوا للمات، كيدوزوا للفرونسي، كيدوزوا للونجلي. دابا لا، الجروب كيبقى في بلاصته في لا ميم كلاس، وحنا الاساتذه اللي كنتنقلوا عندهم. علاش؟ باش هذوك الوليدات ما يكونوش عندهم بزاف الكونتاكت، حتى الا كان مثلا شي كال اللي هي ثابته ما يعاديش الاخرين في الكولوار. وحتى ولا دوز الاستاذ اللي كيتنقل راه ممكن هو يصبح الا كان مخالط وطاب غيصبح هو كينقل المرض، ولكن خصو يخلي 2 متر بينه وبين لي زيليف. ما تقدريش تمشي عند ان اليف مثلا تشرحي له، ما تقدريش من البعيد كتقولي ليه شنو كاين، فهمتي؟ ما تقدريش تمشي حداه وتشرحي ليه، ما تقدريش ديري حتى شي حاجه، يعني ما تقدريش تفيغيفي عطيتهم ان دوفوار اسكي زون في لو دوفوار ولا لا، تفيغيفي جوست ملي كتقول لي فو دوفي ريبوند، ملي كيبداو يديروا لي ريبونس عاد باش كيبداو سميتو، هذا هو اللي كاين. ما كتقربيش ليا. يعني شويه بالنسبه ديال لونفيد الكليه مثلا، الاستاذ كيحاضر بعيد على على الطلب. خاصك عندنا دابا دي جروب اللي عندهم سي تابلو سمارت بورد، عندهم هذوك لي طابلو انتيجون، كتلقاي القسم في 6، يعني كل جروب ديال هذوك لا كلاس اللي عندك فيه كل 4-5 كيشوفوا في ان طابلو، ماشي ضروري كلهم يكونوا يشوفوا فيا انا، يكون 4-5 عنده طابلو هما الطابلو ديالهم كيشوفوا فيه، اللي تيبيه كيشوفوا فيه لهاد الجيل، 4-5 اليف كيشوفوا لهاد الجيل، المهم سي طابلو القسم كله اللي تيبيه. نعم. عندهم هنا لي مويان، عندهم لي مويان بزاف، ماشي شويه بزاف، يعني اكسيف لي مويان. وما عمرك غتلقاي شي واحد ما مثلا ما عندوش كاع اورديناتور في الدار ولا طابليت ولا ما كاينش، سي غار اي تري غار سولمون هذوك لي نوفو زاريفون اللي كيكونوا جاو من دول اخرى، وكيكون الاباء باقي ما اشتغلوش، باقي ما خدموش، باقي ما وما جايبينش معاهم اسي دارجون، لان الله يحسن العوالي غاليين، كلشي غالي، دونك كيكونوا هادو هما اللي كيكونوا كيتسجلوا في المدرسه، كيتسجلوا ملي كتجيك ديك لا لتر للدار باغ انترنيت، كتجيك الاباء كيسجلوا ما عندهمش اورديناتور، كيصيفطوا لهم دي كروم بوكس كيقراو فيهم الدراري، ولكن ماشي كياخذوهم، ماشي كيولي في لابوزيسيون ديال لافامي. ابخي ملي سالي هاد الشيء خصو يرجعوا في لافان داني، خصو يرجعوا عاوتاني، يرجعوا حتى العام الاخر اللي احتاجوه كيعاودوا يردوه لهم. هذا هو اللي كاين. وكان ودرنا دوزوغيغ، يعني انا كنت قلتها في واحد اللايف ان ممكن في المغرب نديروا حتى تروازوغيغ في ليكول، الا بغينا نديروا نيت لا ديستونسياسيون، بغينا نريسبكتيوها، راه سي فاسيل، راه ماشي شي حاجه، يلفو جوست بلانيفي، ماشي شي حاجه اللي ديفيسيل كي دوموند ترو دو لوجيستيس ولا لوجيستيك ولا لا، دوموند جوست لانتيليجونس بيرسونيل ديال الناس اللي يكون عندهم واحد ليسبري دينيسياتيف باش يخلقوا دي بلون اللي يقدروا ينجحوا فيهم.
مثلا عندنا حنا في ليكول اللي كنقري فيها دابا دايرين دو زوغير، وحدين تيدخلوا حتى ل 9:30 وحدين كيدخلوا مع 8:00 وواحدين تيتغداو مع 11 والاخرين كيتغداو حتى 12:15. علاش يتغداو؟ حيت كاين اللي كيتغداو في المدرسه خاص يمشيو جروب طائف تمشي معاهم لونسينيون توخا هما في السكوندير. مثلا انا اخر تلامذ كنقريهم غيتغداو مع 11 ولا 12 خصني نمشي معاهم حتى للكافيتيريا باش الكافيتيريا فاضا حتى الكافيتيريا بالريستورون فين غيتغداو، وكيكون لا بلاص ديال الجروب ديالي معروفه كيجيو كيلقاوها ديزانفيكتي، كيلقاو واحد ليديكاتريس سبيسياليزي في الباب كتعطيهم باش يعقموا يديهم واخا يكونوا خصهم في التواليت. مي اون في با ما كنديروش لا كونفيونس في الدراري حتى شكون تيحتم فيهم كي ديزانفيكتي ويديهم وعاد كيدخلوا وما كاينش التسخين، ما كاينش ما يبارطاجيوش مثلا الميكرو اوند ولا شي حاجه، سي فيني بوغ لي ميكرو اوند. اللي بغى يجيب شي ماكله سخونه يجيب معاه يجيبها في التيرموس ديالو، سينو جيب ان ساندويتش فوا ياكل ويهز داكشي ديالو يديرو حاجه في الكوبيل. وابخي كيجي ثاني البيرسونيل اللي هو الاختصاص ديالو هو ديزانفيكتي، عاود ديزانفيكتي ديك لي طابل باش يتغداو فيهم صحاب 12 ربع. يعني سي كوم سا لو ديرولمون. وباش حتى في لي كولوار ما يتساطحوش بزاف الوليدات في لي سورتي سي لا ميم شوز. كاين دي جروب كيخرجوا مثلا من هذا الباب، دي جروب كيخرجوا من لوطخ بورت. حنا كنعرفوا في المؤسسات ديال المغرب كاين عندنا دو بورت، واحد بور لي سونسيون واحد بور لي زيليف. هاد دي بورت يبداو يستغلوا حتى الوليدات، يكونوا واحدين تيخرجوا من هذا الباب واحدين يخرجوا من هذا الباب باش نقللوا داك الضغط اللي كاين في المدارس، باش نقللوا. لان واخا نديروا التعليم عن بعد راه سي با اون سوليسيون، انا كنقولها كاستاذه وكام ماشي سي با اون سوليسيون دو تو دي تو. وهنا دايرين لونسينمون ا ديستونس كونديسيوني. كومون كونديسيوني؟ سي باغ اكزومبل تكون لا فامي عندهم شي واحد اللي هو فيلنيغابل اللي ممكن يتعرض للمرض فاسيلمون ويقدر يكون قاتل بالنسبه ليه، عنده شي مرض مزمن، كيجيب سيرتيفيكا ميديكال من عند طبيب معالج، وخا ما يكونش ماشي الدري، بواه جدو خالو عمو ساكن معاهم في الدار، راجل مولي كامل، تيمشي تيديها للمدرسه، والمدرسه كيوفروا ليه دي زونسينيون اللي غيقريو ا ديستونس. ماشي ا ديستونس يعني سي با ان شوا. ماشي اختيار، انما ضروره. فوالا، حيت انا اللي بغيت نقول ان راه ماشي راه سي با كيف ما كيفكروا بزاف بانها رخيصه، راه التعليم ا ديستونس راه غالي بزاف ومكلف حتى بالنسبه للونسينيون. انا راه جربتو هذا العام اللي في هذا الكونفينمون، سي فريمون فاتيكون. انا جو بريفير نقري في لا كلاس وما نقريش ا ديستونس. علاش؟ لان ا ديستونس مكلف جدا، مكلف جدا من ناحيه الوقت. الا كنت كندير في البلانين ديال اون لوسون مثلا ساعه ولا ساعه ونص باش نلقيها في القسم، ففي الدار كندير البلانين ديال لا سيمين راه كنقضي فيه دي نوي بلونش، كنقضي فيه دي نوي بلونش باش نوجدوا التلامذ. لان ماشي ساهل، خاصني التلميذ تكون عندهم اللي نعطيه اكزيرسيس ما يحتاجنيش في لا كوريكسيون، عنده ليكزيرسيس اي لوطو كوريكسيون. ملي سالي كيعرف راسو فين يمشي، كيفاليدي لي ريبونس ديالو، كيورك على لا ريبونس كتخرج لي اسكو كوريكت ولا ماشي كوريكت. خاصني نوجد ليه هادشي، خاصني نوجد ليه دي فيديو، واخا ماشي بالضروره نكون انا اللي درتهم، ولكن دي فيديو اكسبليكاتيف. خاصني نوجد ليه كلشي يكون ادابتي ليه هو. وملي كيكون عندك تلامد مستويات ديالهم مختلفه اولا طريقه التعلم ديالهم مختلفه، فكنلهجوا اللي كتسمى بالعربيه الفارقيه لا ديفرونسياسيون. ملي كنديروا لا ديفرونسياسيون وديريها اونلاين وتشوفي كيفاش دايره، سي با فاسيل. كتدخلي في العلمي كما كتدخلي في كل شيء، يعني كل شيء. لا مستحيله، كتدخلي في المستحيلات. كتدخلي في المستحيلات وعاد كيجيوك اللي سميتو كيجيوك عاود ثاني دي زيميل ولا دي زابيل من لي بارون. كيقول لك تتولي حتى ما حضر الشكوى ديالهم، كيقول لك الاستاذ الرياضيات ما اتصلش بينا، انت كتصلي بينا وكديري زوم مع التلامذه وكديري معاهم تيم وكديري هادي، والاستاذ فلان الفلاني ما اتصلش بينا، هاتي غتولي انت شنو غديري؟ واش فهمتيني؟ يعني ماشي ساهل. هنا نفس مشكله، علاش ماشي كلشي داير على ديتاكتيكا؟ ماشي كلشي داير هاد المدرسه بالاورديناتور بالبعيد هادي حنا كنعيط لها ديداكتيكا ديستانس بحال كنقولوا حنا. بزاف ديال المعلمين ما داروهاش مزيانه و فوالا تهاديك خلقات مشكل.
حيت الاستاذ اللي ما كانش عنده اكسي للانترنيت افون كتجي ديفيسيل. كومو انا ما كنتش كنعرف ندخل حتى الفيسبوك، ما نعرفش نكتب حتى في الوورد، ما نعرفش حتى شنو هي جوجل درايف، ما نعرفش حتى شنو هي، وغندير ما نعرفش شنو هي حتى جوجل كلاس ما كنعرفهاش، وغنجي غندير لهم ها انتم التعليم ا ديستانس. انا عندي دي كوليك ديالي ما كيعرفوش لهذا الشيء اللي في المغرب، يعني عاشوا طول عمرهم، عشنا حنا طول عمرنا تنخدموا بالسبوره والطباشير، ولكن حنا كاساتذه اللغات كنا كنطوروا من هذا الشيء، من كنخدموا على ديفلوبمون بروفيسيونيل ديالنا. مي كاين اساتذه اللي بقاو اكرو وبقاو لويال لي ميثود تراديسيونيل، دونك هنا كيلقاو مشاكل. ورصيد قيلا سمحتوا لي، النقاش ممتع جدا معكم ولكن كنتجاوزوا الوقت، انا غادي نرجع عندكم بسرعه وبعجاله. لالا اسماء، رساله مباشره كمعلمه لمستوى الابتدائي، يعني المستوى اللي يلا كما كنقولوا كنطلعوا للمدرسه بالمعقول تكونوا صافي سالين اللعب وداك الشيء. حولي على الصوره علاش ما يمكن غلط شي كلمه، سمحوا لي. لا ما عنديش، بالعكس ما عرفتيش وصلتي المعلومه. هذا هو اللي تفضلي اسماء، رسالتك بشكل مباشر ربما الناس المحيطين بك او للمجتمع المغربي، تفضلي كنسمعوك. شنو خصني نقول؟ لو ميساج ديالك كاستاذه، يعني التخوف ربما اللي عندك. لو ميساج الختام علينا الضغط ويدوز علينا هادشي كلشي على خير وبخير، وطبعا على العالم كله، علاش من غير المدرسة راه هذا المرض، واحد ما خصوش يضحك. أكثرية هنا في ساكنة أنا، راه بزاف اللي كنعرف أنا مرضو، يعني ما حناش الفيروس ما كاينش. بزاف كيقولوا راه الفيروس ما كاينش، ونقول لك الصراحه طبيعي الناس تدير عقلها وتلاحظ على الصحه ديالها وديال الناس قدامها. الله يعطيك الصحه معدي ما يتسالك، مشكوره على هذه الرساله، راه فيها واحد الميساج اللي هو قوي ومهم بزاف. منى تفضلي. نقول لك سكينة، الرسالة ديالي بسيطة جدا، هو أننا كأباء ما نتكلمش على المؤطرين واللي تهم تلفين، واللي يمكن كما قالت الأستاذة خديجة ما داروش التطوير المهني لأنفسهم، وتهم يمكن زعما الغالب والله ما عارفينش كيفاش يديروا يشتغلوا بهذه الأدوات. أنا نهضر دابا على دورنا حنا كأباء وأمهات، حنا خصنا نشتغلوا على أنفسنا، نخدموا على درجة التوتر ديالنا، حيت كما كنقول دائما ونعاود هذا النهار، فاقد الشيء الا يعطيه. الا حنا مضغوطين بزاف، معصبين بزاف، ما حاملينش راسنا، ما بقيناش متقبلين داك الوليدات، راه هنهرسوهم وهنهرسو حتى انفسنا، يعني ومن بعد منها لا روبريز تكون صعيبه جدا. فحنا خصنا نخدموا على انفسنا، هذا هو تنظن هذه هي الفتره اللي نعاودوا الحسابات ديالنا في مجموعه ديال الاشياء كما قلتي لينا قبيله سكينه، شفنا وجهنا في المرايه ونتعلموا، ما نبقاوش ماشيين في الميم شيما، نكون نخدموا الذكاءات ديالنا باش نلقاو طرق جديده باش نتواصلوا مع هاد الاطفال، باش نشتغلوا معاهم. ايه الطفل في الدار واخا انه كيلعب لعبه، نجي الحداثه وان الطفل اللي قل من 6 سنين ولا اكثر من 6 سنين ولا مراهق، نتعرف على داك اللعبه، نعرف علاش كيبغيها، نشوف شنو من نوع الذكاء اللي تيطور منها، وهذا الشيء باش نقدر نديرو خاصني نشتغل على نفسي، لان الا انا غير مضغوط 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 مضغوط، راه الا كان غير تيدير كي كتسمعوا كيتكتك على داك الاورديناتور ولا على هذا راه تيعصبك، فما بالك على تجلس معاه وتطرفق معاه وتعرف شنو كاين. وكما قلت لك باش ما نسهلوش الامر وما نستصعبوهوش عاوتاني بزاف، راه هي لو فلو، ما عارفينش فوقاش يسالي، ايوا شنو حنا نبقاو غير فلو ديني ما عارفينش شنو كاين. لا هذه شنو هي مسؤوليتنا الشخصيه كأم، اشنو كندير المستوى ديالي باش نرافق هاد الابناء ديالي على قد المستطاع، كل على قدر الاستطاعه ديالو، باش نخفضوا غير نخفضوا، زعما اكيد يكون تبعات ولكن على الاقل نقصوا بزاف من التبعات ديال هاد الفتره اللي صعيبه علينا كاملين. نعم لالا خديجه، رساله مباشره نختموا بها اللقاء، تفضلي. رساله مباشره اللي نبغي نقولوا ان نقول المواطنين كاملين في المغرب انهم يتعاونوا مع بعضيتهم، لان هذه الازمه غتمشي كيف ما قالت الاخت اسماء، وخاصنا حنا الا ما كناش سيرتو الناس المثقفين خصهم يبداو يتعاونوا مع الناس ولو بفيديوهات، يعني
اللي تدرس اللغات تدرس اي شيء وانا غنبدا من برا غنديرها يعني غنبدا نديرها لان علميه استاذه خديجه واش نبارطاجيهم ان شاء الله غالي اختك. وكنقول بان حتى مثلا الى الناس بداو كيبغيو يعطيو والله ديك المره تنعاود لواحد الكوليك ديالي في الخدمه كنديا وقتها شنو كاين بدات كتبكي قالت لي اسو بوين تاوي قالت لي والله حتى غنشوف انا كاع الناس اللي ما عندهم ما يديروا بالاورديناتور نخويوه ونشوفوا اشنو ممكن ندير. هذا هو اللي كاين يعني انا ما نقولكش ما غنقولش شنو المهم الناس تتعاون مع بعضياتها اللي عنده يشوف داك اللي ما عندوش. ما يمكنش انا تكون عندي اما بوزيسيون 3 اورديناتور وكنعرف ان واحد في لافامي ديالي اولا في الجيران اولا في ايا كان ولا شي واحد كيشتغل عندي ولا ما عندوش وليداته مساكن في امس الحاجه ونبقى مكارديا حشومه وعي نتعاونوا مع بعضياتنا على الاقل هذا اقل ما يمكن. وتنقولوا بان حتى الناس المسؤولين يعاودوا يديروا اعاده النظر راه كاين شي حوايج اللي ممكن دار وباقل كلفه وهذه هي الرساله ديالي وكنتمنوا ان التعليم يمشي في واحد المسار اللي هو زوين وكنتمنوا هذا الشيء يحيد علينا وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا الوباء العالم كله لان كل العالم الى بلوكي ماشي غير اللهم امين. شكرا جزيلا الشكر كنشكر ضيفتي الكريمات على المشاركه الطيبه بطبيعه الحال كنشكر استاذه خديجه حمدي هي استاذه التعليم الثانوي بموريال كنشكر ايضا اسماء زوغاري هي معلمه مستوى ابتدائي بايطاليا وكنشكر ايضا الكوتش منى الصباحي هي كوتش معتمده في التطوير الذاتي. الواضح متابعينا الكرام انه الوضع ماشي سهل علينا جميع وماشي سهل على العالم وماشي سهل على الانسان كجمع. اليوم حنا في مواجهات واحد العدو اللي ما عارفينش كيفاش نحاربوه. حاجه وحده اللي قدامينا هو انه وقدام يدينا وفي امكاناتنا هو اننا نحميو نفسنا للماكسيموم، نخليو مسافه الامان بيننا وبين الناس، نعقمو يدينا، يعني نديرو البافات ديالنا الى حدود الان هذا الشيء اللي وصلوا للعالم كطرق للحمايه في انتظار ان شاء الله باذن الله رفع هذا البلاء وفي انتظار ايجاد لقاح لنهايه هذه الماساه العالميه والانسانيه. ولكن في انتظار هذا الشيء تخصنا نفهموا بلي الوضع اللي حنا فيه ماشي سهل وماشي سهل انه نعيش وليداتنا في هذا الضغط نعيشوا حتى حنا في هذا الضغط اللي حنا فيه. فاللي امامنا هو انه نديروا مجهود اكبر ورساله للمسؤولين محتاجين لمجهود اكبر ولتدبير بحكمه اكثر. الوضع لا يحتمل الخطا هذا هو اللي يمكن اننا نقولوه من اولى رساله نوجهوها على لسان عدد كبير من الناس اللي تبنوا هذا العنوان الوضعيه الراهنه والظرفيه الراهنه لا تحتمل الخطا. شكرا لك كريم ما يتشرفنا اليوم في الاشراف التقني تشكر ايضا يونس وحيدي واسماعيل كلاوي في الجرافيزم تشكر محمد مبارك اللي كيساعد في اعداد الحلقه. شكرا لكم اوفيائنا الكرام اعود القاكم الاربعاء المقبل دمتم في رعايه الله والى اللقاء.